السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلتقي مجددا في التغذية الرياضية، وسنتحدث اليوم في الوحدة الثانية في الجزء الأول من هذه الوحدة عن التحكم بمكونات الجسم. إذا التحكم بمكونات الجسم من التغذية الرياضية، الوحدة الثانية. الجزء الأول عبارة عن 20 سلايد تقريبا، سنشرح فيه التحكم وكيفية وآلية عمل الجسم ومكوناته. هناك تفاوت كبير في الخصائص الفيزيائية للرياضيين من البنية الجسدية والعضلات، حتى داخل نفس الرياضة الواحدة التي يمارسها العديد من الرياضيين فتختلف الخصائص الفيزيائية بينهم. الوراثة والنظام الغذائي وآثار التكيف لهذه الرياضة هي أحد العوامل التي كلها جميعها من التأثير في هذه الخصائص الوراثية وكيفية وآلية عمل النظام الغذائي ومحتوياته والأثر لهذا التكيف الرياضي، كلها تؤثر في هذه الخصائص الفيزيائية. في بعض الأحيان هناك من الضروري تعديل، يعني يجب أن يكون تعديل لتكوين الجسم حتى يتحسن الأداء، كما يجب تحقيق الهدف حتى نتوازن في كتلة الجسد وكتلة الدهون في الجسد وكتلة العضلات، حتى تكون هذه الكتل كلها متناسقة مع اتساق جيد في الصحة ومظهر عام لائق في الشكل والحجم والكفاءة أيضا، حتى تكون هي الدافع الحقيقي لتحقيق الأهداف في الأداء الرياضي وتنطوي على إطار زمني واقعي في مدة محددة في برنامج يعني مخطط له مسبقا. لزيادة كتلة العضلات، نرى أن الجسم يكتسب الوزن من اكتساب العضلات والأنسجة لحجمها في زيادة الكتلة والبناء العضلي. الرياضي هنا يحتاج لمتابعة البرنامج التدريبي بشكل جيد والتنظيم لمواعيد التدريب، وأيضا اتباع النظام الغذائي المتكامل حتى يوفر الاستهلاك المطلوب للطاقة بشكل أكبر من الاستهلاك اليومي من الطاقة لجسده في التمرين، بمعنى تحقيق التوازن الإيجابي وليس السلبي، الإيجابي للطاقة المبذولة والطاقة المستهلكة. ينبغي زيادة الإجمالي هنا من الاستهلاك للطاقة في حدود 500 إلى 1000 سعرة حرارية بشكل يومي، حتى زيادة إضافية لمصادر الغذاء الغنية بالبروتين والكربوهيدرات، البروتين كوحدة بناء والكربوهيدرات كوحدة طاقة، وكلهم غنية بالمواد المطلوبة من ماكرولايتس، حتى تكون هنا الكربوهيدرات الغنية بالطاقة هي بديلة للدهون. مع وجود نمط هنا متكرر من وجبات الطعام والغذاء الخفيف المفيد الذي يحقق الاحتياج من هذه الطاقة الإضافية من مكونات البروتين والكربوهيدرات، وبالتالي نعزز بالتالي نتائج التدريب بناء على هذه الوجبات المتوازنة من خلال هذه العناصر الغذائية التي نوفرها بشكل رئيسي في الأوقات المهمة التي يحتاجها الرياضي في بناء الجسد وبناء العضلات. الرياضي دائما في حاجة إلى أن يكون منتظم ودقيق حتى يحقق هذا النمط من زيادة الكتلة العضلية واكتساب كتلة الجسم المتناسقة والمتوازنة بمساعدة النظام الغذائي الجيد. هناك بعض النصائح حتى نحقق نظام غذائي عالي الطاقة. أولا، ليكن الإجمالي للاستهلاك الغذائي الخاص بالرياضي على مدار اليوم مع زيادة عدد المرات التي يأكل بها هذا الرياضي، يعني لازم أن نوازن ما بين الكمية والكيفية والآلية. يجب أن يتجنب الرياضي الوجبة الكاملة في وجبة واحدة، يعني ممنوع يأكل مرة واحدة فقط، ولكن هناك ثلاث وجبات على الأقل، والوجبات الخفيفة خلال اليوم من 2 إلى 3 مرات، يعني 5 في المجموع. إضافة السوائل ذات الطاقة العالية
إلى الوجبة الغذائية والوجبة الخفيفة، الوجبات الثلاث الأساسية والوجبات الخفيفة ما بين الوجبات. السوائل يمكن أن توفر نموذج مضغوط أو نموذج مكثف من الطاقة والمواد المغذية الغنية بها، مثل الخيارات الجيدة، عصير الفواكه، الحليب ذات النكهات، الفانيلا والشوكو والأمور اللي زي هاي الطبيعي طبعا، والعصائر الطبيعية. وملاحق هنا الوجبات السائلة مثل شرب المساحيق المتخصصة مثل الباور بار والبروتين بلس، هدول معلوم مش كتير احنا بنشجعهم الرياضيين يتناول هذا الكم من المغذيات الصناعية، بل نشجع على تكملة مواد الغذائية من النمط الحياة الصحي من المصادر الطبيعية بشكل أفضل. ولكن ممكن هنا إنها هذه تساعد لا مضر فيها، ولكن يعني ما فيش اعتماد عليها وإدمان، أو من العصائر والمشروبات الرياضية المخصصة ذات المنكهات. يجب أن نضع قيود على زيادة الطعام الغني بالألياف، هنا هذه نقطة مهمة، قيود على زيادة الأطعمة الغنية بالألياف. ليش؟ على الرغم من أن الأطعمة الغنية بالألياف غالبا ما تكون القيمة الغذائية في العناصر الرئيسية تبعتها عالية، ذات قيمة عالية في العناصر الغذائية الرئيسية، وهي التي يمكن أن تؤدي إلى الشعور بالشبع وامتلاء المعدة وعدم راحة الجهاز الهضمي وتمنع الإمساك وتحرك الأمعاء بشكل جيد وتحافظ على نمط الحياة الطبيعي، حتى نحقق هذا التوازن يجب أن نستبدل بعض هذه الأطعمة من انخفاض الألياف أو بدائل أقل منها. يعني الأطعمة الغنية بالألياف بديل إلها لازم يكون مكافئ من الألياف الأقل يعني محتوى. اختيار أقل شكل من أشكال الألياف مثلا الخبز والحبوب، العصائر والفواكه المعلبة والعصائر والفواكه المجففة، الشربات والحساء، يجب أن يوفر الخيار السهل للأكل بينما تزودنا الفواكه والخضروات بالفواكه. يعني أنت ندي الوجبة الغذائية الغنية بالفيتامينات والمعادن والعناصر المطلوبة مع الدرجة المنخفضة على أقل أدنى حد ممكن من الألياف حتى لا يشعر بالشبع. إضافة طاقة إضافية إلى وجبات الطعام الرئيسية أو حتى الوجبات الخفيفة، هنا الطاقة الإضافية للأطعمة الموجودة على سبيل المثال ممكن أن نضيف السكر أو العسل أو المربى أو الحبوب إلى الخبز، أو الآيس كريم، الزبادي، العسل للوجبات السائلة حتى كمحلى. يعني هنا العسل مع الحليب أو العسل مع الشوكة أو الزبادي مع العسل أو الآيس كريم مع الزبادي والكريمة، بإضافة المحليات كميات صغيرة من زيت الزيتون أو زيوت الكانولا في الطهي، وإضافة الأفوكادو على السندويشات مثلا. يعني الأفوكادو غني بالدهون، معروف أنه وجبة غنية بالدهون الصحية أو النباتية وطبيعية، لا يوجد بها شيء صناعي أو إضافات كيميائية. فالأفوكادو على سبيل المثال وجبة عالية الطاقة كمحتوى طاقة إضافي إلى وجبة الطعام. التخطيط للمستقبل، يجب أن يخطط الرياضي لمجموعة الوجبات الخفيفة المحمولة اللي ممكن ياخدها معاه على التدريب اللي أثناء الرياضة ممكن ياخدها، مثل الحبوب والفواكه المعلبة أو اللبن الرائب، الحليب أو العصائر الخفيفة أو المشروبات الرياضية، وهذه أيضا أحد الاختيارات السهلة وسهلة التناول وسهلة الحمل وسهلة الإدارة. يجب أن نتذكر أن النوعية والكمية مهمة هنا، النوعية quality and quantity، حتى نقلل نسبة الدهون في الجسم في جسم الرياضي في حين نكتسب كتلة عضلية. يعني إحنا بنكبر العضل، ننمي العضل ونخفض النسبة تبعت الدهون إلى أقصى حد ممكن حتى يظهر شكل الرياضي بشكل المرغوب أو المطلوب، حتى تقوى العضلات وترتفع كفاءة البنية الجسدية. وهذا طبعا مخطط وهدف كل رياضي ممكن أنه يوصل إلى الكتلة العضلية هذه مع قليل من الدهون، حتى نستطيع أن نصل لهذه الخطوة أو الدرجة. يجب أن نتجنب الأطعمة التي تفتقر للقيمة الغذائية، يعني ممنوع ناكل شيء نعطي شيء للرياضي لا يوجد به فائدة غذائية نهائي. ليه؟ لأنه هذا زي أكل على جوع، يعني الوجبة اللي بيأكلها
تفتقر إلى كل المغذيات والقيم الغذائية المطلوبة لبناء العضلات ونشاط الجسد. وهنا يجب أن نتجنب الإفراط أيضا في تناول الطاقة التي تعزز ترسب الدهون، يعني زي مثلا السكريات الكتيرة والكربوهيدرات العالية أو الفاتس أو الأمور زي هذه. يجب أن تكون الوجبة متناسقة ومتزنة، في حين أنه الاعتماد هنا على الأطعمة التي تفتقر للقيمة الغذائية كبديل للشبع قد يعني أنه لا يتم الإيفاء واستيفاء المتطلب لبعض المواد الغذائية الضرورية حسب النشاط الرياضي وبنية جسم الرياضي وكتلة العضل. الحاجة للبروتين حتى نزيد الكتلة العضلية. كيف يمكن لنا أن نعزز وجبات الرياضيين الغذائية بكميات من البروتين حتى نزيد الكتلة العضلية؟ على الرغم من أن هناك بعض التكهنات والدراسات تقول بأن النسبة العالية من البروتين، يعني أكثر من 2 ل 3 جرام لكل كيلو جرام من وزن الجسم الرياضي، ممكن يكون لها تأثير جانبي سلبي، زي مثلا انخفاض هرمون التستوستيرون وزيادة إفراز الكالسيوم في الجسم. وهذه دراسات ممكن البعض منها يكون صحيح وليس دقيق. معظم الرياضيين اللي اختاروا هذه الوجبات الغذائية لفترات طويلة من التمارين أو الجهد الرياضي لا تظهر هنا هذه الأعراض أو تطوير المشاكل الرئيسية أو المساوئ الرئيسية للنسب العالية من البروتين. ليش؟ من المرجح أن تكون هنا على حساب النجاح والفشل في استهلاك العناصر الغذائية الكافية مثل الألياف. يعني هنا أنا أرجحها على أنه تكون على حساب النجاح والفشل في استهلاك العناصر الغذائية الكافية مثل الألياف. يعني ممكن أنا أبدل الألياف بالبروتين هذا، فالبروتين ممكن أنا أدعم شوية هيك النسب العالية من الوجبات الغذائية الغنية بالبروتين، مع الحذر بالوظائف الكلى واليوريا والكرياتينين أنه يرتفع نتيجة البروتين أو محتوى الغذائي البروتين العالي. الحصول على الوقت المناسب. متى تخطط لتناول الوجبة المثالية المناسبة ومتى وأين؟ توقيت التناول هنا للعناصر الغذائية الرئيسية المطلوبة يمكن أن يحسن المكاسب التي يمكن أن تتحقق عن طريق العمل بجدية في صالة الألعاب الرياضية بالإشراف الرياضي هنا. مثلا استهلاك البروتين قبل التدريب، تدريب المقاومة أو تدريب المركز، سوف يقدم لبنات البناء لتكوين البروتين. هنا سوف يكون هو البنية الأساسية لتكوين البروتين، في حين أن الكربوهيدرات المستهلكة في مثال الوقت في نفس الوقت توفر الوقت لهذه الفترة، توفر الوقت الكافي لهذه الفترة. بعد التدريب تناول هذه المواد الغذائية يعزز عمليات الاستشفاء للتكيف حتى يرجع الجسم، وشرحناها الاستشفاء اللي هي الريكفري، المصل ريكفري أو البادي ريكفري، أو اللي هي القدرة على الرجوع لما قبل التمرين. وللأسف في كثير من الحالات الخيارات الغذائية للرياضيين المناسبة طبعا تكون غير متاحة بسهولة في البيئة التدريبية. عشان هيك يجب أن يكون هناك برنامج غذائي معد مسبقا وجاهز للرياضي حتى يأخذ معه إلى صالة التدريب، أو يكون التاتش يعني ملحق لصالة التدريب. دوافع الرياضي يجب أن تخطط مستقبل الحالات التي لا يكون فيها الغذاء متوفر أو غير قادر على تلبية الهدف الرياضي الغذائي. أهداف الرياضي الغذائية يجب أن تلبى وتحقق، وإلا لا نجاح في المطلوب ولا تحقيق للأهداف المرجوة ولا يكون هناك أي نتائج إيجابية بتاتا. فإذا توافر الغذاء والكميات والنوعيات في الصالة الرياضية أو مع الرياضي مسبقا هو شيء جيد ووقت مناسب جدا لا يمكن انتظاره. للحصول على أفضل النتائج يجب على الرياضي النظر في عدة استراتيجيات للتغذية المقاومة لكل دورة تدريبية. طبعا هذه من مهام أخصائي التغذية توفيرها. وجبة خفيفة من 30 ل 60 دقيقة، يعني ساعة قبل التدريب،
هنا مهمة هذه للحاجات المغذية خلال الجلسات المطولة، يعني ممكن ياخد الوجبة الخفيفة هاي إذا كانت جلسة تدريب مطولة تمرين شاق فبتعطيه دفعة، وهذا وقت مناسب كويس. وطعام الاستشفاء بعد التدريب في أقرب وقت هو شيء عملي وممتاز، يعني في نفس الشيء قبل بساعة وبعد التدريب مباشرة بيساعد الرياضي على الاستشفاء، وطعام الاستشفاء هذا حنحكي عنه باستفاضة إن شاء الله. اختيار الوجبة الخفيفة السريعة السهلة قبل التدريب في الصباح الباكر، هذا برضو إشي مهم جدا. الصباح الباكر الإمداد بوجبات سائلة مثل كوب كبير من مسحوق البروتين بلس أو الباور بار هو مصدر راحة وهضم سهل لهذا المحتوى من المادة الغذائية من محتواها البروتيني والكربوهيدراتي. عندما هناك يعني لا يوجد وقت كافي حتى نتناول وجبة رئيسية أو وجبة خفيفة قبل جلسات التدريب الصباحية، بالذات التدريب ذو الشدة العالية والكثافة العالية والوقت المكثف، هنا الرياضي يجب أن يتغذى بشرب مشروب رياضي معين خلال جلسة التدريب أو أثناء جلسة التدريب. المشاريب الرياضية طبعا هي مشاريب زي المياه المعدنية المدعمة بالأطعمة والنكهات المختلفة التي تعطي طاقة معينة وعالية من محتواها في الكربوهيدرات والبروتين، وهي مخصصة فقط للرياضيين. يجب أن يكون لدى الرياضي مستقبلا مخطط له إيش وجبة خفيفة قبل جلسة التدريب بعد الظهر، على سبيل المثال قطعة من اليوغورت، واحد لاثنين يعني لوح من الحبوب، مسحوق باور بار، بروتين بلس في أقرب وقت ممكن بعد التدريب حتى تبدأ عمليات الاستشفاء عن طريق 10 لـ20 جرام من البروتين مع كل جرام واحد من الكربوهيدرات لكل كيلو جرام من وزن الجسم. يعني يجب أن نعطيه إيش الرياضي حتى يعني يعود للاستشفاء الطبيعي 10 لـ20 جرام من البروتين مع 1 جرام كربوهيدرات لكل كيلو جرام من كتلة الجسم، يعني 20 بروتين وواحد كربوهيدرات، 20 جرام بروتين زائد 1 جرام كربوهيدرات لكل كيلو من وزنه. وإذا لم يكن ممكن الحصول على هذه الوجبة بعد التدريب، لنبدأ مع وجبة خفيفة توفر هذه المواد الغذائية، ثم نباشر باستئناف الوجبات العادية للرياضي حسب ما هو مخطط له من قبل مشرف التغذية. يمكن العمل مع الأخصائي المتخصص في التغذية الرياضية أمثالكم المؤهلين للمساعدة في أنه يكون في تنظيم للوجبات الرئيسية والوجبات الخفيفة قبل وضع الخطة الزمنية التي تتناسب مع الجدول الرياضي للتدريب أو الجدول التدريب الزمني والروتين اليومي الصباحي والمسائي لهذا اللاعب أو لهذا الرياضي المحترف. الحد من الدهون في كتلة الجسم وهو هذا يعني الهدف الأساسي لكل رياضي، إذابة الدهون في العضلات وفي كتلة الجسم بشكل عام. القرار اللي يتخذ أحد الرياضيين لخفض الوزن أو الدهون في الجسم هنا يؤخذ في الاعتبار ما يمكن تحقيقه بشكل واقعي وعملي، يعني ما يكونش في هناك وهم. يعني التمارين العنيفة والتمارين الطويلة على جوع لا تحرق دهون فقط ولكن تدمر أنسجة العضلات والبروتين بشكل ممكن لا عودة فيه، وكذلك مدى الأهمية هان التي ستؤدي للأداء الجيد. في معظم الحالات لابد من أن يكون العجز والنقص في الطاقة المستدامة معتدل حتى نتجنب أي انخفاض للأداء الناجم عن تناول الوقود اللي هي الطاقة الغير كافية. يعني لما أنت بدك تحد من تناول الدهون عفوا من كتلة الدهون في الجسم، ما تعمل تخفيض للطاقة بشكل ملحوظ اللي ممكن يكون على حساب بنية الجسد ويكون هو السبب في تدمير العضلات وعدم الاستشفاء. أي من النظم الغذائية تعمل بشكل أفضل؟ ما هو النظام الغذائي الذي يعمل بشكل أفضل للرياضيين؟ النظام الغذائي المناسب في هذا المنهج عادة هو منهج خاطئ. ليش منهج خاطئ؟ أنه إحنا نعتقد أنه في
غذاء للجميع، نظام غذائي للجميع مناسب، هذا منهج خاطئ. لا يوجد شيء اسمه للجميع، لكل جسم برنامج، ولكل جسم خصائص، ولكل جسم قدرة وقابلية وتكيف وما ذلك. الهدف العام لإنقاص الوزن هو أن ينخفض إجمالي استهلاك الطاقة لحوالي 1000 سعرة حرارية، مع الحفاظ على كل المدخلات الكافية من محتوى الكربوهيدرات في الوجبة والبروتين في الوجبة والمواد المغذية الأخرى المساندة مثل الماء والمينرالز. الحاجة التي يجب مراعاتها هنا لتلبية أبعاد هذه الرياضة والكثافة والتكرار والمدة التدريبية وحجم الفرد البدني. شوف كم معطيات عندك، يعني هنا المدخل الكافي من الكربوهيدرات والبروتين والمواد الغذائية المساندة، والحاجة التي يجب مراعاتها أيضا لتلبية أبعاد هذه الرياضة الكثافة تبعت الرياضة، يعني المدة الزمنية تكرارها، المدة التدريبية، البرنامج، حجم الفرد البدني. فكل هذا له حسابات وله عوامل مع تخطيط النظام الغذائي الخاص بالرياضي الذي يعتمد على الهدف في بنية جسم وتنمية عضلات أو إذابة الدهون أو إعادة تشكيل هيكل جسدي، وعلى حسب الأهداف التي وشدة الرياضة طبعا، ولكل نوع رياضة تغذية خاصة فيها. يعني اللي بيلعب كرة سلة مش زي اللي بيلعب سباحة، مش زي اللي بيلعب كرة قدم، مش زي اللي بيلعب ملاكمة أو مصارعة. كل شيء له حدوده وكل آلياته وكيفياته. يمكن أن يكون في هنا أغلب الأحيان تحدي لإيجاد التوازن ما بين الهدف في خفض استهلاك الطاقة وتوفير الحاجة الغذائية للتدريب. يعني أنا في عندي هدف تدريبي يجب أن يكون له طبعا هناك متطلب لهذا التدريب من الحاجة الغذائية، وأيضا في نفس الوقت توفير الحاجة الغذائية هذا حتى أنا يعني أتقابل مع معطيات التدريب لا يجب أن يكون على حساب توفير خفض في استهلاك الطاقة. يعني محير، شوف أنت بدك توفر حاجات غذائية وفي نفس الوقت ما بدكاش سعرات عالية. إضافة أيضا إلى هناك في قائمة في الأنماط اللي هو اللايف ستايل كمحاولة لمعالجة الشهية للأكل. يعني بعد الرياضة دائما الإنسان بيشعر بالجوع، فممكن يأكل أكثر ما هو مخطط له أو يحتاجه فعلا. السمات الاجتماعية والعادات والتقاليد، التمتع بالأكل، كل هذه خصائص يجب التحكم فيها. مدخلات الرياضة الغذائية يمكن أن تساعد هنا حتى نفهم الاحتياج الشخصي لكل رياضي ووضع الأهداف الواقعية التنفيذ والقابلة للعمل الجماعي مع المدرب الرياضي والمشرف التغذوي، وليس على حساب بنية أو كفاءة الجسد. المحافظة على الكمية المناسبة من الكربوهيدرات، هنا هذه مهمة جدا لأنها أغذية الطاقة، هنا التي يعتمد عليها الرياضي هي الكربوهيدرات. مخازن العضلات من الكربوهيدرات، يتم ملء هاي المخازن من تناول الكربوهيدرات الغذائية طبعا هنا التي توفر مصدر هام من مصادر الوقود اللازم لطاقة التدريب المفروضة، وخاصة نوعية التدريبات زي ما احنا حكينا. يعني بدك انت تدريب عنيف أو تدريب متوازن، تدريب خفيف، الجهد على العضلة عالي أو الجهد على العضلة مش مكثف، يعني الاسترس تبع العضلة مش هيكون بهذه السرعة أو الكفاءة العالية حتى إنه نحدد كمية الكربوهيدرات المطلوبة كوقود. حتى عندما يخفض أو يخفض كمية الطاقة الإجمالية ونخفض الحاجة اليومية من الكربوهيدرات، هنا يجب أن تكون هذه الحاجة اليومية في جانب تحميل التدريب. يعني التدريب مش لازم ينزل، يعني هم 20 خطوة مثلا أو نمشي 2 كيلو هم 2 كيلو، تمام؟ لكن في الكثافة في الوقت وفي الجهد ممكن أن يتوازن بناء على معطيات الطاقة اللي داخلة في الجسم. في الوقت الحالي لا يوجد طريقة هنا لرصد مخازن الجلايكوجين في الجسم، والإجراءات المختبرية الأخرى المكلفة والغازية مثلا مثل الخزعات العضلية هنا
ما فيش أدلة لسه على إنه الجلايكوجين ممكن متى وأين وكيف يتم إفرازه وكميات تخزينه ومصادره التي لا يحتاجها الجسم ويخزنها إلى الجلايكوجين من سكريات ودهون أخرى. لذلك يجب أن نعدل تناول الكربوهيدرات على احتياج على أساس الاحتياج التدريبي اليومي. قل لي ماذا تأكل؟ أقول لك من أنت. ماذا تحرق؟ ماذا تأكل؟ ويتم هذا عن طريق التجربة والخطأ trial and errors. يعني ممكن أنا أكل اليوم كمية معينة من الكربوهيدرات المطلوبة ولكن لا أبذل الشدة التدريبية أو التمارين العضلية المطلوبة. يعني ممكن يزيد عندي وقود وهذا حيتخزن جلايكوجين. أو العكس صحيح، ممكن أنا أخذ كمية من الكربوهيدرات ولكن أجد نفسي نشيط أمارس الرياضة وبالتالي الحرق يرتفع وبالتالي مخازن العضلات من الجلايكوجين والطاقة يتم إفراغها ولا يوجد إعادة شحن لها. يعني الكمية اللي أنا أخذتها من الكربوهيدرات عبارة عن وقود اللي بدها تزودني بطاقة حتى إني أقوم بالنشاط الرياضي غير كافية أصبحت هنا. فيمكن هنا أن نوفر المبادئ التوجيهية العامة الغذائية طبعا هنا كأخصائيين تغذية كنقطة بداية وخاصة للرياضيين الذين يخضعوا لجلسات تدريب طويلة مع شدة متوسطة إلى مرتفع في كيفية وآلية التمارين الرياضية. هؤلاء الرياضيين يتم تشجيعهم للحفاظ على تناول كمية كربوهيدرات معقولة وذكرناها سابقا اللي هي 5 جرام من الكربوهيدرات لكل كيلو جرام من وزن جسمه، للحد الذي ايش من تأثيرها على نوعية التدريب يكون متوازن، للحد من التأثير على نوعية التدريب حتى تكون متوازنة في المخرج. فهنا 5 جرام لكل كيلو جرام من الكربوهيدرات. ومع ذلك يجب على كل الرياضيين أداء التدريب والاستشفاء وضبط كمية الكربوهيدرات عند النجاح في إعادة التزود بالوقود يوميا. وهنا قد يبدو هذا الموضوع في خطر إن لم يتم التوازن ولم يتم إعادة التزويد هذا الكربوهيدراتي اليومي بالشكل المطلوب وبالشكل الصحيح. شكرا لكم على المتابعة، أرجو الاشتراك في قناة اليوتيوب ومشاهدة هذه الحلقات الشيقة من التغذية الرياضية، وألقاكم في محاضرة أخرى طابت أوقاتكم وشكرا.